ميدو، كنت لو الزمالك وصل النهائي كنت تتمنى ان هو يقابل الاهلي ولا يقابل الوداد؟ فنيا الوداد طبعا، يعني من الناحيه الفنيه طبعا اكيد كنت اتمنى ان هو يقابل الوداد، لان الوداد يعني اضعف فرق في الفرق في الاربعه، اكيد لا كنت اتمنى ان انا اقابل الوداد. واي حد يعني ما اعرفش حازم كان بيقول ايه، لكن يعني حازم امبارح قال ان مشكله الاهلي والزمالك بصفه عامه ان هو مكسب بهدفين، يعني لا هتكسب حاجتين مع بعض، هتبقى كسبت الاهلي وهتبقى كسبت البطوله، ولو خسرت هتبقى خسرت البطوله وخسرت من الاهلي، فهتبقى حزن متضاعف. هو بص يا سيف، انا مؤمن ان في مواقف معينه ما بتيجي في حياتك مرات قليله جدا، منها ان الزمالك يبقى بيلعب الاهلي في نهائي بطوله افريقيا ابطال الدوري. هي ما حصلتش في التاريخ قبل كده. حصلت؟ لا لا حصل باين. لا لا عمرها، هو السوبر بس. سوبر صح. فالنهارده انا نفسي اعيش الحدث ده. نفسي ولادي يعيشوه، نفسي لو في جمهور هاخد ولادي واروح الملعب. هبقى بتمنى ان احنا نكسب، هموت ان احنا نكسب، لكن حتى لو خسرنا هبقى عشت الاكسبيرينس انا وولادي. لا هو النظريه اللعيب يعني تلاعب الاهلي في فاينل او الاهلي يلعب الزمالك في فاينل، انا اعتقد لا. يعني كان سيف بيسال الاهلي يعني هيبقوا مبسوطين عايزين يلعبوا الزمالك في فاينل، بقول له لا مش شرط. بص مفيش حد بيقابلني في الشارع ممكن ما يبقاش عايزين يلعبوا الزمالك في فاينل، لان بيبقى لان لو خسر من الزمالك غير لما يخسر اي حد في النهائي. والاهلي نفس الكلام، الزملكاويه عايزين يقابلوا الاهلاوي في النهائي، عايزين الناس عايزه تتفرج على المباراه دي. ما هو انا بقول لك عليها سيف، الرايفل اللي موجوده بقى لها سنين دي، انا عايز اعيشها. يعني انا نفسي لو انا جمهور موجود هاخد ولادي واخد مراتي واروح الملعب واروح اشجع الزمالك، لان هي اكسبيرينس ممكن ما تعيشهاش تاني طول حياتك. الزمالك والاهلي في الفاينل بطوله افريقيا ابطال الدوري، انما من الناحيه الفنيه لا طبعا كنت اتمنى اقابل الوداد لو صعبوا. لكن احنا برده بنتكلم على الفاينل، وبرده دي مشكله. انت كل ده بيبقى بيتبني في مخ اللعيبه.